كثرت في الآونة الأخيرة الأخبار التي نقراها حول جرائم الأحداث، فهذا يقتل صديقه بسكين، وهذا يهدد والده، والآخر يضبط بجريمة مخدرات. فما الأسباب التي أدت إلى تزايد تلك الجرائم بهذا الشكل ومع شباب بعمر الزهور؟ وما هي الجرائم التي تصنف على أنها جرائم أحداث؟ موضوع شائك وتطلب الكثير من البحث للوقوف على العوامل التي تدفع الحدث إلى الجنوح بهذا الشكل. للحديث حول الموضوع نرحب معنا بضيوفنا الدكتور محمد بخضور، استشاري نفسي واجتماعي، والمحامية زينب الرامزي. مساكم الله بالخير. مسيك بالنور. يا هلا والله، شرفتونا. وفعلا الموضوع يمكن مقلق ويقلق الكثيرين، من ضمنهم أكيد الأهالي، لكن معنا تقرير ليت لو نشوفه مع بعض ونواصل. كي تشرفنا فيكم في بداية لقائنا، راح أوجه سؤالي لك السادة زينب، لو بنتكلم ونوضح للمشاهدين ما المقصود بجرائم الأحداث. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جرائم الأحداث هي الأفعال اللي يعاقب عليها القانون. بالنسبة للحدث، طبعا حدد القانون سن الحدث اللي أتم السابعة، 7 سنين كاملة لمن سن 16 سنة. طبعا هذه الأفعال منصوص عليها في القانون، أي فعل يكون منصوص عليه، مثل ما احنا نقول في القانون لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. أي فعل يرتكبه هذا الحدث اللي هي يحدد عمره ما بين 7 سنين ل16 سنة يعتبر منصوص عليه في القانون، وأيضا يعاقب عليه، فيعتبر جريمة في حق القانون. هذه تعتبر هي جرائم الأحداث. طبعا جرائم الأحداث عديدة، تختلف حسب ظروفها وحسب يعني سن كل شخص يتدرج. احنا ما نقدر نحدد ان نقول اللي اتم السابعه، طبعا من غير المعقول او من غير المنطق ان شخص عمره 7 سنين يرتكب جريمه تكون مثلا خلينا نقول جريمه قتل او جريمه سرقه او جريمه مثلا خلينا نقول مخدرات من المسميات عفوا الكبيره اللي ممكن اللي يرتكبها خلينا نقول يعني من بعد سن 10 سنين. الطفل اللي يكون عمره 7 سنين في بعض الامور ممكن ترتكب من عنده، ولكن ما يكون هو واعي حقها ان هي فعلا تكون منصوص عليها بالقانون، ونادر ما نشوف ان في هذا العمر في جرائم ترتكب من خلاله. نعم، من خلال النقطه اللي ذكرتيها استاذه زينب راح اوجه سؤال لك دكتور محمد، شو اللي ممكن يدفع الحدث، او قاعد نتكلم عن سن 7 سنين ليه 16 سنه، او خلينا نقول تحت 16 سنه، شو اللي ممكن يدفع الحدث انه يرتكب هالنوعيه من الجرائم؟ نعم، إذا تحدثنا عن الجرائم الكبيرة جدا مثل جريمة القتل، فغالبا الدوافع فيها تكون شوية محصورة، لأن الجريمة جدا ضخمة وفعل مو سهل أن الواحد يقدم عليه اللي هي عملية القتل. فغالبا في مجالنا احنا نقول ممكن تكون مشكلة فسيولوجية، ممكن تكون مشكلة بيئية. طبعا المشكلة البيئية تؤدي بالتأكيد إلى تأثير كيميائي في جسم الإنسان يندرج تحت الجانب الفسيولوجي. على سبيل المثال ممكن إنسان، لتوضيح هذه النقطة لما أقول فسيولوجي، إنسان سوي ما عنده أي مشكلة اجتماعية، ضميره الاجتماعي طبيعي، حاشا حادث سيارة تأثرت منطقة عنده في الدماغ من المناطق المهمة جدا، منطقة يسمونها الأميجدلا، ربما ترجمتها باللغة العربية مش متأكد، ممكن اسمها الجوزة أو اللوزة مو متأكد. المهم منطقة هذه لتنظيم المشاعر ولفهم المشاعر، ولها علاقة طبعا لما احنا نتكلم تنظيم المشاعر لها علاقة بالسياقات الاجتماعية، متى أقدر أعصب، شنو مجال العصبية، شنو الشيء اللي أقدر أنفذه من العصبية، شنو الشيء المقبول اجتماعيا، شنو اللي غير مقبول اجتماعيا، شنو الشيء اللي أقدر أقدم عليه وأنا مو متضايق. كل هذه الأشياء لها علاقة في الأميجدلا، وطبعا لها علاقة في مناطق أخرى في الدماغ مثل منطقة القرار والتفسير والمنطق، من المناطق المهمة جدا اللي هو الفص الأمامي من الدماغ. الآن هذا المراهق حاشته إصابة تأثر عليه، تأثر عنده دماغه في هذا الجانب، لاحظ تغير شديد جدا صار عنده، ما يهمون الناس، شهواته أهم شيء، من ضمن الشهوات الأكل، النوم، عزك الله التبرز، البول، فما يعطي اهتمام للسياق الاجتماعي. الآن واحد أذاه ممكن يقدم على قتله، ما عنده ضمير، ما عنده تنظيم طبيعي للمشاعر. هذا احنا نقول الإنسان عنده خلل فسيولوجي أو خلل في الدماغ، وبالتالي غيب عنا ملكة الحكم الطبيعية السوية اللي موجودة عند باقي الناس الأسوياء. لأن عندنا الشق الآخر من الناس، ربا في بيئة سيئة جدا،
استوعب انه اذا الاب الضايق عادي يطلع حرته ويطق ويسب ويعور والالم غير طبيعي، كان ابو كان ام كان اخو، بس البيئه الحوار مالها حوار بالعنف. يعني ممكن تتاهم البيئه انه يتحول الطفل او الحدث الى فشنو يستوعب بالتاكيد فشل يستوعبه، يستوعب انه اتس اوكي عادي ما في مشكله امارس هذا السلوك. نعم. فاحنا نلاحظ غالبا الجرائم الضخمه جدا تظهر من هذه البيئات. في جانب اخير اللي هو للاسف جانب المخدرات، لكن الجميل بالذكر حسب ملاحظتي هي مش دراسة علمية. الله يجزيهم الخير وزارة الداخلية والجهات المعنية، يعني ساهموا في الأونة الأخيرة في الشد في هذه المسألة، وإن شاء الله تكون في نزول. يعني أنا حسب معلوماتي أن معدل التعاطي الآن مو في ارتفاع، تقريبا يعتبر ثابت، لكن عجلة العالم للأسف في ارتفاع. نعم نعم. احنا طبعا احنا قاعد نتكلم عن سن معين وقاعد نحاول نفهم السبب وراء هالسلوكيات، وحضرتك دكتور يمكن فسرتها وفصلتها في ثلاث امور رئيسيه وعوامل رئيسيه. استاذه زينب، يعني من خلال خبرتك كمحاميه، هل مرت عليك نوع من انواع القضايا بهذه الاعمار او الفئه العمريه اللي قاعد نتكلم عنها؟ شنو هي كانت ابرزها؟ خلينا نتكلم عن وقت الحالي. هي للاسف احنا للاسف نقول ان اي فعلا، يعني اذا احنا نبي نتكلم بالواقع اللي قاعد يحصل عندنا، في وايد جرائم قاعده ترتكب على انه يكون الشخص، يعني تنصدمين لما تشوفين جريمه قتل، اللي مرتكب هذه الجريمه او السبب الرئيسي لهذه الجريمه هو يكون حدث لامور جدا جدا جدا، يعني ما يخالف على اللف، تكون تافهه. انزين، مجرد ان هم ماشيين في مول، واحد خزه، الثاني قام يطالعه، حس او استوعب هو من نفسه من كيف مخه ان هذا الشخص قاعد يتكلم عليه، يقوم يمشي، يسوي له حركه بريوله، يخليه يطيح، يعني امور جدا جدا تافهه قاعده تحصل، واخر شيء راح تؤدي الى جريمه ارتكاب قتل، وشخص يروح ضحيه من اهله. يمكن الجرائم في الآونة الأخيرة، إحنا السنوات ما شاء الله عندنا تمشي بسرعة، يمكن الجريمة اللي حصلت آخر مرة في أحد المولات، اللي أدت إلى القتل، قتل شخص، وللأسف اللي يعني يتابع القضية بحذافيرها وبتحقيقات النيابة راح يكتشف أن الموضوع حصل، أو الشخص اللي راح ضحية أهله ما كان سبب نهائيا في المشكلة أبداً. اللي حصل في الموضوع إنه شخص فلان خز فلان، هذا قال له تحرش فيني، قام يقول الشخص نفسه هذا كم عمره تتوقعين؟ 15 سنة. يعني حدث، حتى الشخص اللي حدث. هو اللي سبب المشكلة، كلم جماعة من إخوانه من أهله من ربعه، يجون يقول له من الشخص بزحمة المول وزحمة الناس، يقوم يأشر على هذا الشخص، وهذا الشخص مسكين جاي مع أهله، باكر كان بيسافر، رايح كان يتعشى. اللي حصل إنه قام يأشر هذا الشخص، هذا الشخص يقومون طبعا يا سكينة شارينها، يطعنونه، ما اكتفوا بالطعن، يعني طاح الولد، ما اكتفوا بالطعن، اي واحد يكمل عليه، انا لان حضرت التحقيقات فعارفه التفاصيل، فاللي يكون اللي يعني حضر، انت كشخص، احنا يعني احنا كقانونيين يمكن تعودنا، بس يعني شيء من داخلك لا تزال لها تاثير واقعك، فانت ظلمت شخص على شنو؟ اخر شيء تقول له ينكس راسه، انت ظلمت شخص، وشخص ما له علاقه نهائيا بالمشكله اللي حصلت. نعم. يعني الجماعه اللي كانوا متحرشين فيهم كانوا جماعه ثانيين، فالغضب اللي حصل، انت ما تقدر تمتلك يعني نفسك، والانسان كل ما يعني كل شخص عندنا احنا لازم في مرحله غضب. اذا نبي نتكلم موضوع نفسي، انا مو اختصاصي، ولكن انت عندك مرحله غضب، اذا انت ما تخلي نفسك حليم في الغضب، فراح ترتكب افعال. كل انسان في نزعه شر، يعني احنا مو كلنا نازلين من السماء، مو كلنا ملاك، ولكن انت لابد ان تحاول تتحكم في هذه المشاعر، تتروى شويه. الموضوع اللي حصل موضوع جدا تافه، ممكن انه تجيب جماعه انت مو قادر تتفاهم وياهم، بس ان موضوع الغضب التحرش فيني، لا انا مو راضي، وانت منو بالنهايه؟ يعني بالنهايه انت شخص لازم فاديت الى ارتكاب جريمه قتل حرام وإزهاق روح، وراح يعني ضحية أهلها بدون أي سبب. نعم طبعا تعقيبا لكلامك سادة زينب، طبعا موضوع فعلا نقطة لازم نتطرق لها ونتكلم فيها بالتفاصيل، لكن راح نطلع فاصل ونرجع لكم مشاهدينا.
عودة لكم مشاهدين. الموضوع جدا يمكن موضوع حساس ويمس شريحة كبيرة ويمكن الكل يحاتي هالموضوع. كنا في قبل البريك أستاذة زينب تطرقنا عن هالموضوع والأسباب وليش النسبة في تزايد مستمر. ودكتور محمد لو نعقب على نفس الحادثة اللي ذكرتها أستاذة زينب، قاعد نتكلم عن حدث عمره 15 سنة والناس اللي كانوا مشاركين في هذه الجريمة أكبر سناً، يمكن عدوا سن الأحداث. ليش؟ شنو ممكن نفسية الطفل؟ قاعد نتكلم عن شخص عمره 15 سنة. نعم، وبالتأكيد أنا وايد لفت انتباهي لما قالت الأستاذة زينب الموضوع تافه، وفعلا راح نلاحظ مواضيع ما تسوى، بس ليش؟ لأن احنا أشخاص أسوياء فنرى أن الموضوع ما يستحق هذا الحجم من التصرف. لكن الإنسان اللي يرتكب هالتصرف بالتأكيد إنسان غير سوي في سلوكه. طيب، لما ندخل زيادة نقول ليش تصرف بهالطريقة، فعندنا أحد الخيارين، إما بيئة سيئة فعادي أن أنا أذي الناس، مو مهم، بالتالي الضمير مو شيء وايد مهم وما يمسكني. النقطة الثانية ممكن تكون ماخذ مواد مخدرة. الآن معظم الناس اللي يرتكبون مشاكل ما بيئتهم تكون عادية أو ما يكون عنده مرض نفسي في السابق، غالبا يكون اللي خلاه يرتكب هذه الجريمة المواد المخدرة. مثلا لما قالت أنا شفته يطالعني، بس ممكن الريال ما طالعه، ما له علاقة، لا، وتكلم عني. الآن هذا الشك هذا مرض نفسي عندنا نسميه البارانويا. بس هذا من وين يعني احنا؟ هل هذه ما نبي نقول ثقافه مجتمع، هل احنا لان تدع انه والله اللي خزك خزه ولا اساله ايش تخزه او اللي يطقك طقه؟ نعم والله سؤالك مهم. الان هل السؤال هل كل الناس البارانويد اللي عندهم مشكله بارانويا يرتكبون جرائم؟ لا. طيب ليش هذا الشخص البارانويد ارتكب جريمه وذاك ما ارتكب جريمه؟ اذا احنا حددنا معدل الذكاء ان معدل الذكاء بالافرج او فوق الافرج شويه، الان يبقى المعيار عندنا الاخلاق والبيئه. فحتى وإن كان هذا الشخص بارانويد، بس ممكن تلاقينا ملتزم في صلاته، أخلاقه عالية، تعامله زين مع الناس، يفرق بين الصح والغلط، مأذيته الهلاوس اللي يسمعها في أذونه والأفكار الغير طبيعية، لكن أخلاقه زينة. اللي بيئته سيئة راح تلقين عنده بعض السلوكيات الغير زينة. الآن ما نظلم الفئة الأخرى من الناس البارانويد، بس لأن في ناس بالتأكيد عندهم أبناء بارانويد، ممكن يكون معدل الذكاء عند الولد منخفض فيبتدي يرتكب بعض ممكن الجرائم حقيقة. لكن نفرق بين الأثنين. الآن هذا الولد انتقل من مكان لمكان عشان يرتكب جريمة في حق طفل أو في حق ولد آخر ما له علاقة. ليش قام في هذا السلوك؟ قام في هذا السلوك لأن هذا الإنسان مجرم، وإحنا عندنا الشخصية المجرمة إحنا نسميها شخصية سايكوباثية أو أنتي سوشيال بيرسوناليتي ديس أوردر، هو اضطراب في الشخصية. مو مهمين أنتوا يا الناس، بس أنا المهم. هل يقدرون الأهالي بسن معين أو متى تبتدي هذه العوارض، أو خلينا نتكلم عن السلوكيات أن تبرز عند الطفل بحيث الأهل لازم يعني يحطون يديرون بالهم؟ والله سؤالك نعم طبعا بالتأكيد سؤالك في محله، ويبتدي هذا الشيء في يبتدي في مرحلة الابتدائي. يلاحظون الطفل عنده نزعة سيئة تجاه الحيوانات، ما تهمه مشاعر الحيوانات، ما تهمه مشاعر أصحابه، بس هو عادة المجرم أناني، إنسان أناني ما يهم الغير. لذلك احنا نقول ما يحكم الضمير، وبالتالي راح تلقينا يكبر شوية يتنمر على الأطفال، يسرق، يكذب، يكسر ممتلكات، يكبر شنو للأسف كلمة وايد ضايقني، عادي يا هال. لا صحيح. مو عادي يا هال، لازم يتم على الأقل ملاحظة بعض السلوكيات من قبل. ليش أنا ولدي مو عادي ولدك عادي؟ لأن ولدي أنا مربي زين. زين المعذرة سامحيني، يكبر شوية شنو يلاحظون؟ للأسف المقاطع اللي بدينا نشوفها مؤخرا اليومين اللي فاتوا، يعذبون القطاوة، تعذيب الحيوانات، هذا مؤشر طبعا أكيد مؤشر خطر. هذا إنسان غير طبيعي، وبالتالي احنا نبتدي نلاحظ أنه بلش طق اليهال، يسوي مشاكل، يسرق، يكذب، يكسر ممتلكات، المشاكل قام تزيد، قام يبوق سيارة، عادي مراهقة؟ لا مو عادي مراهقة. زين كبر شوية كبرت المشاكل، هني احنا قاعد نلاحظ ان المشكلة قاعد تكبر. ما قاعدين نتدخل. كبر زيادة بس ما نقدر نمسكه طبعًا. خلاص بيكون غالبا مصير السجن. صحيح اتوقع هذه يعني طريقة تحليلك الامور دكتور فعلا صحيحة وتسلسل الاحداث. استاذة زينب، يمكن في بعض الجرائم يليت لو نعرف هل هي تتم معاقبة الحدث عليها بطريقة مخففة؟
هو طبعا القانون الأحداث حدد يعني مثلا ما نقدر احنا نعاقب الحدث بشخص بالغ. طبعا أهم أنوه على شغلة أن قانون الأحداث كان أن الحدث من اللي يتم 7 إلى 18 سنة، وفي الآونة الأخيرة نزلوا ليمن 16 سنة، فنزلوا 2 سنين. اللي حصل الحين في بعض المطالبات أنهم يردونه 18 سنة لأسباب عدة، بعض الأمور، بعض القوانين أو النصوص نأخذ من القانون الفرنسي، فالقانون الفرنسي في عنده استثناءات لأني أنا أطبق مثلا في بعض الجرائم سنة 16 سنة على أساس أنه هو شخص بالغ، فأعامل معاملة البالغين، بالتالي ما يكون في إيداع في مؤسسات إصلاحية أو مؤسسات عقابية أو تدبير احترازي أو أنه مثلا التوبيخ خلال الجلسة. بالعكس أنا راح أعطي الأمور اللي تساوي الشخص الطبيعي، معناته أن أنا راح أحبسه مدة 3 سنين 4 سنين حسب نوع طبعا الجريمة اللي ارتكبها. ومثل ما احنا عارفين يمكن ان الجرائم تقسم نوعين، طبعا اذا كان في ارتكاب الجريمه بعض المفاهيم او بعض النصوص ممكن تكون تقيد حسب جنحه، وطبعا ايضا منصوص عليها في القانون اللي هي تكون عقوبتها 3 سنين ونازل. اما بالنسبه للعقوبات اللي تكون اكبر اللي هي الجنايات راح تاخذ الحبس من 3 سنين وصاعد، واذا كان فيها غرامه حسب السلطه التقديريه للقاضي. طبعا اللي انا ابي اقوله من الموضوع انه الحدث المفروض الحين يكون من 7 ل 16 سنة في مطالبات، واحتمال انه يردونه 18 سنة لمن الحين ما تم الموضوع كامل، ولكن عقوبة الحدث تكون مو نفس العقوبة الشخص العادي، تكون اما توبيخ اما ايداع مؤسسات اصلاحية مؤسسات عقابية. طبعا هذه الامور ان انا لما احطه هو يعتبر عقوبة بالنسبة لعمره هو. يعني انت لما تحطينه في مؤسسه اصلاحيه معناته ان انت راح تحطي له جدول، هذا الجدول يكون محدد فيه اعمال معينه، يقوم الصبح يسوي كذا يسوي كذا لين نهايه يومه، وايضا فيها الامور اللي يطلع الشخص فيها طاقته، طبعا الرياضه والانشطه هذه اللي تحدد هذه الامور. بالاضافه الى بعض الامور ممكن تكون يعني مكثفه بالنسبه لسن الحدث نفسه. يعني لمن احنا نوصل لمن سن 16 نوقف هنا، وعقب بعدين راح نعامله معاملة حسب القانون حسب التطبيق الحالي اللي حصل التغيير، ولكن في بعض الأمور وفي بعض المحادثات اللي راح ترد لمن 18 وما يندر خلالها الأيام ممكن أنه يرد. راح يبين الموضوع إذا راح يتم أكيد رد الموضوع إلى سن عودة إلى الحدث إلى سن 18. دكتور محمد، يعني ودنا نعرف إذا بنقدم نصيحة أو للأهل شلون يقدرون يحمون أبنائهم من الخطر؟ الأهل كأهل وآباء وأولياء أمور شلون يقدرون يعني يحمون أبنائهم ما ينجرفون عن الطريق الصحيح ويلجؤون إلى الطريق اللي فيه يمكن بالنهاية يكون فيه أكيد ضرر وندامة لكل الطرفين؟ نعم، أنا دائما أقترح أقول للوالدين الولد عنده تويتر، عنده إنستغرام، عنده وسائل السوشيال ميديا، سوي له فولو، شوف من يتابع، شوف أفكاره، شوف أصحابه، انتبه على البيئة مالته، ومثل ما أنت عارفة البيئة وايد تأثر على الإنسان، وإن كان من بيئة وايد زينة إذا أصحابه سيئين الخطر جدا كبير. فإحنا مهم جدا نلاحظ شنو بيئة هذا الإنسان. النقطة الثانية، الأبو مش دوره فقط نصيحة. الآن منو كبيرنا اللي نصحنا أو علمنا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ناخذ منه تعاليمنا. الآن بالنسبة للمسيحيين عيسى بن مريم، بالنسبة للديانات دائما بينا نبي أو رسول يعلمنا. طيب النبي والرسول طوال الوقت ينصح؟ هل تعلمون أن النبي أو الرسول دائما يتخير وحرج في اختيار الوقت المناسب، وبالتالي جذب الناس له؟ الحوار وايد حلو مع الأبناء، فأنت علاقتك مش فقط نصيحة أو توجيه، لا، أنت علاقتك علاقة فيها تبادل، فيها حوار. شلون بتعرف ولدك شنو في باله إذا كان فقط توجيه الكلام من فوق لولدك؟ لازم تعطي نفسك فرصة أنك تسمعه وتفهمه. طبعا أكيد. بعجالة اختصار شديد أستاذة زينب، كلمة أخيرة حابة توجهينها؟ أنا أقول أتمنى أن يعني أمانة إذا بتكلم عن القانون الأحداث وبتكلم بشكل عام عن قانون الجنائي، في وايد تعديلات، في وايد ثغرات، أتمنى فعلا أن يحطونها محل نظر
ويدرسونها ما أقول بسرعة، لأن الأمر الدراسة أو صدر أن أنا أصدر قانون ما تكون بال يعني الشغل الهين، ولكن في بعض الأمور تحتاج فعلا دراية، وإني أنا أحط فعلا النقاط على الحروف. والله يحمي الجميع إن شاء الله يا رب. آمين يا ربي. طبعا كل الشكر لكم تواجدكم دكتور محمد بخضور معالج نفسي على تواجدك معنا، وأكيد نوجه نفس التحية للمحامية زينب الرامزي على وجودكم. فعلا الأبناء أمانة، وعلى الأهل وأولياء الأمور يحفظون هذه الأمانة ويعطونهم شوية من وقتهم. أكيد فاصل ونرجع.